وسهر الملك شهريار كلما يأخذه بنتا بكرا ويزيل بكرتها ويقاتلها من ليلتها، ولم يزيل على ذلك مدة 3 سنوات، فطشت الناس وهربت ببناتها، ولم يقى في تلك المدينة بنتا تتحمل الوضع. ثم أن الملك أمر الوزير أن يزيل بنتا على جار عدته، فخرج الوزير وفتش فلم يجد بنتا، فتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خائف على نفسه من الملك. وكان الوزير له بنتا ذات حسنة وجميلة وبهاء، وقد اعتدال الكبيرة اسمها شهرزاد والصغيرة اسمها دنيازاد. وكانت الكبيرة قد قرأت الكتب التواريخ وسير الملوك المتقدمين، فأخبر الأمام الماضيين قيل أنها جمع 1000 كتاب من كتاب التواريخ المتعلق بالأموم الصالف الملوك الخالية الشعراء. فقالت لأبيها: ما لي أراك متغيرا حمل الهم الأحزان، وقد قال بعضهم في المعنى شعرا، قال: قل لمن يحمل هم أن هم لا يدوم مثل ما يفنى السرور، وهكذا نفس.